ميتها جريتي على الخبر؟ أحلية للمسكين. مسكين حرام. نستمر معكم مشاهدينا الكرام، ويستمر الحديث عن مستجدات ما تقدمه إدارة سلامة الطفل من ورش ومبادرات توعوية. ويسعدنا أن تنضم إلينا عبر هذا الاتصال الأستاذة ثريا المرزوقي، وهي تنفيذي أول مبادرات وأنشطة في إدارة سلامة الطفل. مساء الخير أستاذة ثريا، وحياك الله معنا. مساء النور أخوي محمد، أهلا. أهلا وسهلا. بداية حثينا عن أبرز الفعاليات والمبادرات التي تنظمها إدارة سلامة الطفل خلال هذه الفترة. شكرا أخوي محمد على الاستضافة. في الحقيقة في هذه الفترة تواجهنا العديد من التحديات فيما يتعلق بسلامة الطفل، ابتداء من العودة إلى المدارس والتحديات التي فرضتها هذه الفترة، إلى الاستمرار في التوعية في مواضيع مجتمعية لا تزال أولوية لدينا. نعم. ويجب علينا كذلك الاستمرار في رفع الوعي المجتمعي حولها. مع بداية العام الدراسي أطلقنا كتيب تفاعلي يهدف إلى تثقيف الأسر والأطفال واليافعين وتهيئتهم ذهنيا ونفسيا كذلك للعودة إلى مقاعد الدراسة. تم تعميم ذلك الكتيب على جميع طلبة المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، وبالتعاون بالتأكيد مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص. كذلك نحن مستمرين بتقديم الورش الافتراضية للحفاظ على سلامة الجميع، ومن بين هذه الورش ورشتين توعويتين تم تقديمهم لمجلس الشارقة الرياضي. استهدفنا من خلالها الأطفال المنتسبين للفرق الرياضية، تناولت مواضيع عديدة، أهمها ملاعب بلا تنمر، وأخرى في كيفية اختيار الصديق الجيد. كذلك تم تقديم العديد من الورش القرائية لطلاب المدارس بالشارقة، تتضمن قراءة وعرض القصص التوعوية والتي أصدرتها إدارة سلامة الطفل سابقا. نعم. طيب، يعني ضمن مبادرة إعلام مسؤول كذلك طفل آمن، نظمت إدارة سلامة الطفل بالتعاون مع جامعة الشارقة وبالتحديد مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، نظمت ورشة تفاعلية أعتقد كانت حول الممارسات الإعلامية وتأثيرها على الطفل، صحيح؟ نعم يعني بالتأكيد. نعم، حثينا عن أبرز ما جاء في هذه الورشة أستاذة ثريا من محاور. نعم، بالنسبة لورشة إعلام مسؤول طفل آمن والتي استهدفت الإعلاميين، جاءت هذه الورشة ضمن مبادرة توعوية سابقة، وهي مبادرة إعلام مسؤول طفل آمن، والتي أطلقتها الإدارة في عام 2018 بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. في الحقيقة تهدف إلى رفع المعايير في حماية حقوق الطفل لدى تناول قضايا الأطفال في الإعلام بشكل خاص. تناولت هذه الورشة عددا من المحاور، أهمها المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي لقضايا الطفل بشكل خاص. نعم. بالإضافة إلى كيفية بناء سياسة إعلامية مسؤولة تجاه الطفل. جميل. طيب، يعني إلى ماذا، يعني حدثتيني عن جوانب تتعلق بهذه الورشة، ولكن ربما لديكم مجموعة من الأهداف تسعون كذلك إلى تحقيقها من خلال إقامة وتنظيم مثل هذه الورشة، يعني أبرز هذه الأهداف بالإضافة إلى ما تفضلتي وذكرتي. صحيح أخوي محمد، من أبرز أهداف الورشة هو تعزيز الوعي حول الأخلاقيات المهنية والاجتماعية في قضايا الطفل أثناء تناولها في الوسائل الإعلامية،
خاصة في حالات العنف ضد الأطفال أو الإساءة أو الإهمال، لأن هذه التغطية الإعلامية كما ذكرت سابقا إذا ظهرت بشكل خاطئ أو بطريقة لم تراعي مشاعر الطفل أو الأسرة ولم تحترم خصوصيتهم، كذلك قد يترتب عليها يعني آثار كبيرة للطفل صحيح، أو للأسرة في المستقبل، سواء إيجابية أم سلبية. كذلك لا شك. كذلك شدد مقدمو الورشة وهم أساتذة من كلية الاتصال بجامعة الشارقة على أهمية وضع أساسيات مهنية تضمن حقوق الأطفال وسلامتهم كذلك. جميل. طيب يعني استهدفت هذه الورشة يعني كما علمنا الإعلاميين في مختلف مجالات الإعلام المقروءة المسموعة المرئية، وشارك في هذه الورشة أكثر من 50 إعلامي تقريبا. حثينا عن التفاعل في الورشة وكذلك أهمية مثل هذه المشاركات. الحمد لله أخوي محمد، الورشة كانت تفاعلية جدا الحمد ووصلتنا لله، الكثير من الإشادات من الحضور الحمد لله، التي كان يتخللها إعلاميين من مؤسسات إعلامية بالدولة، بالإضافة إلى طلاب من جامعة الشارقة متخصصين في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري كذلك. نعم، في الحقيقة نتقدم بالشكر إلى أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الاتصال بجامعة الشارقة، الدكتورة أنجي خليل والدكتور أحمد فاروق، بالإضافة إلى الدكتورة شريفة المرزوقي، على تقديمهم الورشة بطريقة تفاعلية وشيقة، حيث تمكنوا من طرح أهم قضايا الأطفال والتحديات التي تواجه الإعلامي في تغطية قضايا الطفل تحديدا. صحيح، خصص الأساتذة كذلك مجالا واسعا للنقاش التفاعلي والأسئلة مع الإعلاميين، واستمعوا إلى تجاربهم والتحديات التي عاشوها. كما تضمنت النقاشات أنشطة تفاعلية حيث دعا الأساتذة الإعلاميين لتوضيح أهم التجاوزات التي رصدوها من الإعلانات الموجهة للأطفال. نعم، كذلك قدم الإعلاميين المشاركين عددا من النماذج الإيجابية وأخرى السلبية التي تعامل معها الإعلام وبالذات قضايا الأطفال. نعم، فرصة كذلك قبل الختام أن تحدثين أستاذة ثريا عن أبرز المبادئ المهنية وأطر العمل التي يجب على الإعلامي الالتزام بها فيما طرح بالتحديد في هذه الورشة أو المبادرة، وهل سيكون هنالك ورش أخرى مستقبلا ضمن هذه المبادرة بالتحديد؟ الورشة تطرقت إلى المبادئ المهنية للإعلاميين وكيفية بناء سياسات وتحليل المحتوى الإعلامي. من أبرز هذه المبادئ والأطر التي تم الحديث عنها بأن هناك العديد من النماذج الدولية والعربية المتبعة في نعم، إعداد التقارير الإعلامية، كما تضمن مجموعة من القيم التي يجب الالتزام بها مثل المساواة وعدم التمييز واحترام خصوصية الرأي والتعبير نعم، وحماية الطفل نعم، والشفافية، وأهم نقطة هي احترام دور الأسرة والطفل كذلك. جميل جدا. الأستاذة ثريا المرزوقي، تنفيذي أول مبادرات وأنشطة في إدارة سلامة الطفل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.